الوحدة الجديدة يا سادس اللي هي الكسور العادية والكسور العشرية. عنوان الدرس الأول اللي هو عندنا جزء من 10,000. هلا احنا أخذنا في اللي هي الأعداد اللي بتكون فيها فواصل، بكون عندنا هون آحاد، عشرات، مئات، ألوف. هلا على الطرف الثاني بكون جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000. هلا بعد جزء من 1000 حناخد اشي جديد اللي هو جزء من 10,000. أول اشي بدنا نعرف كيف نكتب أو نحول اللي هو من عدد كسري لعدد عشري باستخدام اللي هي الفاصلة العشرية. لما يكون عندنا في فاصلة عشرية هذا يسمى عدد عشري، فبالتالي بدنا نحط 13 على 10,000. كيف بنكتبها؟ بنعد لي كم صفر عندنا؟ صفر، صفرين، ثلاثة، أربعة. بنعد أربع منازل ونحط فاصلة، فمنزل منزلتين، ثلاثة ما في بنحط صفر، أربعة ما في بنحط صفر، فاصلة صفر، فبنكتبه بهاي الطريقة اللي هي مكان كل صفر من هدول الأصفار اللي هم الأربع حيكون عندنا أربع منازل. وبعدين حنحط لي الفاصل الصفر، حنحط 13 والباقي عندنا أصفار وفاصلة. هلأ هون مثلا نفس الإشي، حنعد أربع منازل ونحط الفاصلة، منزلي منزلتين، ثلاثة، أربع، حنحط الفاصلة، حيطلع ثلاثة صحيح. وبنقرأه 5486 جزء من 10,000. هذا بنقرأه 13 جزء من 10,000. هلا هاي برضو نفس الاشي، حنا طير اللي هي عنا اربع اصفار ونعد اربع منازل، فمنزل منزلتين، ثلاثة، ما في الرابعة بنحط صفر وحط فاصلة، فهيطلع 17. هي هون بهي الطريقة حنعد بنزل منزلتين، ثلاثة، ما في اربعة، حنحط صفر، فاصلة، و17. هاي بنقرأ 17 صحيح. 21 جزء من 1000. هاي اللي هو نفس الطريقة اللي هي اربع منازل عنا بس منزل واحدة، حنحط 3 اصفار، نحط صفر، صفرين، ثلاثة، فاصلة، وننزل هذا العدد الصحيح زي ما هو. نقرأ اللي هو 4536 صحيح، واللي هي 3 جزء من 10,000. هلأ برضو عنا في تدريب واحد هنا، 34 على 10,000. حنعد منزلي منزلتين، ثلاثة ما في منحط صفر، أربعة ما في منحط صفر، منحط فاصلة صفر، فبيطلع الرقم هيك، وهذا يقرأ 34 جزء من 10,000. نفس الطريقة، 1 2 3 4، هنعد منزلة ما في، 2 3 4، بنحط فاصلة، بننزل العدد الصحيح، يقرأ 314 صحيح، واثنين جزء من 10,000. بروح الصفر مع الصفر، أو بنعد اللي هي 1 2 3 4، ما في بنحط صفر، فاصلة، هنقرأ 4 صحيح، 53 جزء من 1000، أو لي 530 جزء من 10,000. طبعا رسمنا هون لوحة المنازل اللي هي عنا مئات، عشرات، آحاد، فاصلة، أجزاء من 10، أجزاء من 100، أجزاء من 1000، بعدين أجزاء من 10,000. لو حكينا مثل العدد العشري على لوحة المنازل، حنحط 3، هاي اللي هي من 100 اللي مئات، 5 عشرات، 4 آحاد، الفاصلة حننزلها، 2 جزء من 10، 6 جزء من 100، 7 جزء من 1000، والواحد هاي جزء من 10,000، ويقرأ اللي 354 صحيح، و2671 جزء من 10,000 أو من 10,000. هذا هو مثال تنين. هلأ بيحكي لنا سؤال، هو الكاتبين أو تكتب بالكلمات هاي زي ما قرأناها اللي قبل، ما حكيت لكم 354 صحيح و2600 اللي هي واحد وسبعين من 10,000. اقرأ العدد العشري ومثله في لوحة منازل. سهل نمثله في لوحة منازل، هيكون منزلة الألوف، المئات، العشرات، الآحاد، جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000، جزء من 10,000. نقرأه 7256 صحيح، و341 جزء من 1000 أو من 1000 بدون جزء. اكتب الأعداد العشرية الآتي بالكلمات. الأول حنقرأ 13 صحيح، و4150 جزء من 10,000. هذا يقرأ 928 من 1000 أو من 10,000 أو جزء من 10,000. 928 من 10,000. 5 صحيح و2 من 1000. ما القيمة المنزلية للرقم؟ بدنا نحكي شو القيمة المنزلية، يا يعني إما نحكي أحاد، عشرات، مئات، أو جزء من 100، جزء من 10، وهكذا، أو بنكتبه اللي هو بالأصفار. يعني هون هاي تعتبر عشرات، فبنحطها اللي هي 70، القيمة المنزلية لإلها 70. القيمة المنزلية هون 7%، اللي هي 7 0.0، يعني بننزل العدد وبنحط بقى الأرقام اللي هي صفر مكانها، اللي هي أو بنحكي جزء من 100، أجزاء من 100.
هون جزء من 10,000 لسبعة، سبعة أجزاء من 10,000 بنحكيها، أو بنكتبها لسبعة وبننزل باقي الأعداد مكانهم أصفار فاصلة صفر، وبنكتبه اللي هو عندنا هيك سبعة من 10,000، أو بنحكي لسبعة أجزاء من 10,000. بكلتا الطريقتين الحكي أو الحل صحيح، يعني يا بنكتبه بالكلمات أو بنكتبه بالأرقام. وكذلك الأمر عندنا في سؤال أربعة، حنحطه لأربعة وباقي الأعداد حننزل مكانهم أصفار، أو بنحكي لي أربعة أجزاء من 10,000. هون نفس الإشي، أربعة أجزاء من 1,000، أو اللي بنكتبها 400 فاصلة. وهون نفس الإشي، حنحكي أربعة من 100، أو بنكتبها 4% بالكلمات سواء أو بالأرقام.